في الصومالية نوي فردي وكل بيوسوك عيد الكسين هذا ضغطي ما أنت أمس كرا صدقني روحي أنك ديدي إن أنا دوري تدبر تنشر أن عندها ما أبغى خير صدق ما إداري جولدني خير دوني إن خيرنا الله على حين خيرنا وحكو سميني إن ماشي عدو قرصات كده سوف يدو أيوب بيدقين يين إياك أنا الدمر كا يعرور توقف هرنا ورني بشيء وحى إس طبعاً واي إس قالوا واي هل كا هوشي لجودي يتي كونفورت سوقتي واي كرا حرين كونفورت دقال كي وشي تمو ليارا دمدو سوقي دقال أحمد حسن موسى لبرونكا هذا أحمد حسن موسى لامبرون بوكا وانا حق كيس ما يكسر نقضي ويا اللي يسوع لي محمد سيد البريدي غير كي من أنت شيرا قل ذي الدارو قيد بقال بو عن صدام أيام مركي لك الله دري لك الله بعوت اللي جرى عيسى جرى عين هي جوب شو جرى إيش يعني أنت سوي شيء سوى حاجة وصعت أنا وريت كلام صعب عين رد دري هني هذا هل كاسك صار نقضي عبد الرزاق جنب يرى waxaa jirtay adoo doorasho aqalka sare oo sanadka u taagan waliba inaad khudbad ka jeedisay aan meesha qabaneyno maal loo joogin oo marka la eego waqtigaad haystay xataa maxay ahayd laakiin arintaasi way bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku salaamayaa naasir haa horena way u kulanay oo maxa تاريخ بعضهم أهمية سلمت أخيار ورجع دوتي كلوا أنا سو دين دونته ثم هو مال لبعد ويجي وحنا مسنا هاي أرنكا أثري وحن لجيستي أما عن ضاودي خد بدي مرشحني ماذا هذا مرة بعد كي هاي سنة ثانية بدو ترتميسي مركا خد بدي مش مناسب كوهين بعد كشيء جسي أكله وحن مسنا هاي إن خد بدي أقوم مناسب سنة مشا أنا كنت شدي إلى هيد مالنتها. هذا نوح كله كهل اللي راح أنتها هينا. أنا قاعد أدرس كله وح كله هان نقول لها بقى. سمعت وحوي ماشى مرشحة عن أتاجنا. صدق ولا أي في اللي ماشى. ولا ذي مرشحين تاحد. أصدقني أنا قاهين. في الصومالية. نوي فردي وكل بيوسو كعيد الكيسين هذا ضغطي يدوري أفرتن أضي وهالكاس فردي أو محن كورة هذاي كوا إلى هاي وشانس كوسية دوري طبعا صنع ضد نصيب كوسية هنا يوم ضد الصوماليات محن كورة هذاي برلم كودي قارن أقل كسرة أي أضياش سعودي عشان يجيب واحد من الكيالان وهذا الكيسين عمر كره هذا يي حلاه أنك هذا اللي ميدانين إنها بيراتي، لكن ده فر بدن أدنين هي أو ملو بإجلا صاح اللي أيشره، وصوم عليه، وأدو سلوي، أنا أرمها أنك هذا اللي، سبب توحوية، وضع يستمر في الأيام، نين عطك سؤال كده دبي هي، وأصلاً أدو حوشي هي. هذا دليل عليه. أوله إنه محمد سيار بره إنه جرى عرس إم إيه وقوي إيه صار مديرات إنه كوب جرى حق ويه اللي. وهذا جيستي. هو أنا جاي جو سوق عيا كل بيجو سوق عيا هاللي هنا. وحى هاي كل رسم معمول عليه في الصومالية. في الصومالية ما يدي شو تبنا مركا. نكسرهم وحلاه يي وحلا مدا يك شقيين. وفرماشو مدحوين فرماشو يي محن كورة الحزب جيسي نبضي نبضو. إن بدن بقى واحد مغلي ومدة الصومالية كم مغلي يا صدق صنعوا دودا بقى واحد كم مغلي ومدة الصومالية. مالنتي أصوات وصبا محمد سياد بخد ولديسي وحي أي ay dambi ka gashay dadka wqooyi degan wali wax si wanaagsan uga wada hadlay ma jiraan ilaa duqeeyo saxba ah ee wqooyi ilaa la yaa saxba ah dawladdi Soomaaliyeed inay istifaacdo ee lagu soo duulay ee jabaada cadawgu dabada ka waday hubka ka soo qaatay cadawgeenii koowaad inay istifaacaan xaq ay u lahaayeen beedhaha
لكن ماها مانتا مالنتي ماها مالنتي سحرني مدى إيا بيانتا ماها ويدا ماتي ومالنتي سوچيتكا إيا رونتو شقيني سي وقتكاس وقود بي وقود بي دادكا وحكو قبضي اسنم وقريها قشي وهوكا قصور ليسي بلتوحا بيانعا او عد او عرعاو ايديك لقرانيا إناري دولد داني خير دوني إنين خيرنا الله علحين خيرنا وحكو سميني إنين ماشي عادو قرساس كده سور بدو أيوب بين دقينيين إياقان الدماركا إيا عرور توقلي هورانا ورن لكو شاقي وحالي دكوري أسنم سياسة ديدكو وادو حيان الشعب كالالله يولا كنيو إنا الشعب كو كعان وكو سو بيران أولالله يو هورانا ديو كو شاقي ديتي أما قبوتي إيا محاية تقرحي هورانا ديو كو شاقي ديري إيا ديتي ماشا أنو مركها فردينو إيا لغا حالا يا هوشو كو سعطانا وحردي وهي محانكو رهدا إذن كأركا أفسيوني حالكا أنكا قبانينا إنا أنو فردينا أنو فردينا إيا هولوك لغا ديسي والكي ديارتهم دو يالين بريغو هوري قريه أنو كوشيري إيا حفيسي دينا هالكا نكي سوچي دا إيا حالكا نكي سوچي دا ننكا هل لعي سدا أسلم توقع شيء جي حوقع شيء جي صدق بعض منه هينو أنا جا أهري هذا الك ودر إنسان وح وقها الله إن بدن بنو كهل يجري أو شيء آدم كهل يجري ولو ليه سيا هيد بقى ودر إنسان هنا أنا كهل الدون يسوع ما عقل حمين وديو ملا أرما أسلم بعض كهل الدون تابو يدي ما أسلم وح كربك كهل بالماين ودر إنسان وح يشرتك جبر رحان وينه او اس ان ام دد كتا غيره اه قدنا وين لو شيء سو دمي دغنتاي ان عبد الله ملقوش بالي له هو اذا عبد الله ملقوش سو دمي دغنتاي نين كما قصدان كو حدلو الا مدو كشقين هوشاني ايا لا سو دغي جيري يدن لا سو دغي جيري يدو اي لهدahay اس ان ام دغالك غشي حق بوها وخي لو سميي فدلكي كغيستين ويهي هذو فدلكي ويهي وخي لو سميي وخي كغيستين ويهي waxay leedahay gabadh ayari ma wax u maleeynaan saraakiishi isaaqahay iyo qoyanadu mutaalimintoodi iyo cidna waxba ku sameeynin inay iska doonteen inay dagaal galaan mi iska aadaan oo dagaal galaan oo dagaalka doortaan bisay waxa ku kalifay ba jira okay ninkaas oo markuu hadlo oo muddo badan ba ayaa baraha bulshada soo dhigayay gabadhan wala soo dhigi jiray iyo isaga sidoo wax isagu jawaab u qaliyay hay waayay aniga markaa waxaan isu geystay ku sheegaya inaanan doorasho iyo waxa inaan ka hadlin waxa igu kalifay ninka sida u hadlaya fila Soomaaliya waxay wado farmaajo iyo nabad iyo nolol waxay wado ee hawsheeda ay ka wado iyo guud ahaan ba hawsha anaga buu aadani wado SNM iyo wixii ka soo jeeday ba iyo wax u taqaanaba odayaasha halka fadhiya ee codka bixinaya dhigahoodu aanay maqleynin lacag moodan wax kale aanay maqleyn waxa ajirna waxa aan lacag ahayn bad dhigahoodu maqli maayaan ka lacag u sheegana jawaab kelin bo oranayaano hebel intaas u bixiyay waxa ku daray saabi oranayaan bis qowasna waan arkaa halkaas inay soo fadhiyaan waxa aan waxba dhigaysaynin waxaan go'aansaday markaa waxaan go'aansaday markaa inaan fulla Soomaaliyeen la hadlo ninka sida u hadlayna u sheego SNM waxay ka dagaalantay in la halkii baan fadhiyaabe anigu oo meeshii fadhiya oo gurihii anigu aan ku gaarnay halka ka soo jeedan oo halkan aan taaganay halkii aan diyaarad ka raacay ay tahay in aan ka hadlo idoorta aan waxaas un faraha ka qaado waana ninka u jawaabin waana fil Soomaali u jawaabin oo waxaan ka dagaalanay aanan sheegin waxa tahay aan cidna ka baqaynin cidna ka xirxireynin inuu dadka taas horta keentay in aan ka hadlo sababtii keentay SNM inay dagaal gashay aniga halka anigu caday wato caday wax ka badan anaan wadanin in halka diyaarad ka raacay dawladda awoodda lehna ku tala galay in aan la soo dagaalamo ana waxba wadanin wixii taa igu kalifay ninka ilaa waxba kama jiraan bay ahayd oo waxa loo garaacay dadka diyaaradda lagu garaacay xaq bay ahayd yaani in aan halka intan ka kaco aan ilaahay doorta maasabiin dhaqowida waxa rabeen isagana u sheego cidii kale dhageysanayna u sheego waxaanu ka dagaalaynay wax jiray dhababay ahayd horta saas horta halkaanu aan u maray wax barashadaydi sigan dariga halkan ayaan ka galay
دوك سجد حد دبس وصل البرعان كسوق لي خارس بان رب حد دبده آه. سقال سنوات بان دبده وحبس وبرنا يجي أفر سنوات من الوجي سوفيتية آه. شن سنوات أو مصر آه. أنت صباح برشا مركان سوق عطي هل كان هذا عن فرينا أيان شغلة كبلابي حرونت عن فرينا أيان شغلة كبلابي وحرونت أيضا كركوية مدمر كأن شغينا يي وحن لعضي وأنا جاي يقول لعضي وإن بدن خب لعضي وأهل أهل كي جاء دولة دي حلقة شرتي إن يتعاديو أن عادي هين أو كتلقل أو قرشيسن وهل كأن كسو تشهيدو كو جهن من لسمي وحي كتلقى شيء كستها كغالطة طلبية أما أجنبها كقالته أما صوماليها كقالته هل كأنك سوتش هيدو إني كذبتو ضد رعيضة أو أن كرامي شرفتو ضد وحلية ليه مضح خاص أرده مضح رارعية وقد بيتنا تلبه روح الله ديبو سراكي شريطة اللي يردي حلقة شوكتي مركة أن أرقني وحانا للد معسيه هي وحيد عي أفرها بضنا هذا اللي قلش كذي حسوقها لما بقى ربة مركان أرقني ماش الله صعدا يوحنا الله قط لك جلي إن يتهي إن شل بهر لك أنا الله ديو ما دحنا هذا لأنه وحن كم من نقضي سراكيش دي دي إكسور شيء ستي تضربات اللي يسدي دي حمر بده هذا أيام شرر أندر جراند أنا كوكب سنة أو قرصودي أه ورسلاس أو كلام مركان لأنه قط لك جلي محي ثلاثة هاي دينتو محي لها هاي دينتو وحي لها هاي هذه شرفت هذا يا كرامة هذا يا نفط هذا يا عرض هذا لغو تعدي لغو صوره هذا اسكي علم ويديد واتكد دقالي من ويديد حقير اهل النار يطه هذا اسكي علم ويديد واصرفت هذا الورتان كذا يددك اتكد دقالي تنا هذا تقول لي متن اهل الجنات هذا دوشين مجاهد باتاي مدلر بها وشاسو لغو قادتي مركي دم بفعل يا براك كلبان أفلنا وقال لي وحاني نقطة واحد تاريخ للوضع هي أسلم وقبل الذي وقوي قبصته أي صدح أجب كذي سنيد قبل الذي وقوي هو حق بدادن قبل الله دحه يا قبل الله خنفر فوق لين عيد كين يحيى وشهد هذا هو شأن قال لي الله يحيى وأمد إن سيدنا لود لي وحي سجح لينه سيجارة نلود لي يعني نفس ذا نفتر كده وحسي قاعد إنه يوين ومضى الصوماليات عد كستة وحنا نلقوس هم يهدي قفت هاي يهدي قبيلة هاي يهدي ديان هاي بنا عن أسبوع هاي سيروح قبس وضيع لنا سي وقدام بينتا ذلك أردن إنت عم قبس إنه نظام قفل أو صومالي في الحديث سوى عدالات كهلايو وأمن كهلايو ودقناش كهلايو أنا نفتي سيؤوب تكيسي أردي سيؤور ورين بورق الله قلب بحه أنا اسمك ها لما مرحلة بهي هي مرحلة دي جوادو حي هي هي جبلو دو وقوي اس ان ام اي كو خريس اي كو قبصتي دي بهجسين با لغلو لبلاوي انو مركا مسؤولين تي هوشو كو ترتبانها سومالي لاند دك دي او دنبا اسو يمي تلو وخا لوو تشداي او دورشيد لغلي ان اس عفين يا اس سامحاد يا دي بهجسين لا سميو دك دولكا ودا دغن اي اس دلايي اي سميان ونظام الدولة أي قوة لألوبان وأي قوة مديسيهين أي سيمستان أو الإسلام أوكي أسان أم قرشي هيدو سيدان عالي الشيغي وضبق أوردن حرين تيسا ونظام خاكو الدولة كو نفسان إن السمسائي هيدي ما يهين قبل دقوي قرر الضوضة ما صويرين أيو ما صويرين أيو أيو دادكي هورين تيكا قوضي أيان قاضن أيا أي واحد قال لي أخذ عطاي ما يقدر 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 أوكي شركي برعاء قصة اللي قلت لو أنت أنا اللي تجين أي عبد الرحمن أحمد علي جدي إس إن إم أه أيو نصاري أولي هاي قصة شو قصها إنه قوم يشرين هوش أسبانا صوت مظهر هذا أي صوت إيه ما حد تلاقي صوت ليه سراكيل بمرعاء صاري سراكيش هاي مدح لوحة كبدها لا بد أن نلقى حد سومالي نبقى قصر هيا
وحويه موسى بيح عبد بن حوينا يا سلام الادم انو كم بدارك لك بدبهاي ما دام ان نظام في قوشي اسم سعوده وحان او امني قوسشه وحا لا يهدا ما جيرتو ما لا قوسن كرو سدا سن او امني سدا سشرك لو تري ما حسن نغ دحاي لبا موتودود بان لو فرمي موجود هلكن نغ سو فرنتي او بوقلال كن او قف هلكن سو قحيانا سو جيري موجود لدت دي بنياش هاي ديردو غرا عين اللي شيغاي اود اوغتين ايا مركي مقلين سنه وحي قبصتي dalka bay qabsatay iyaguna mowjood bay soo dhaqaajiyeen labadii mowjoodood baa isheelay goosashada halkaas in la goosto qorshaha waxa keenay halka dadkii ka qaxay waliba ay kamid yihiin rag maxamed siyaal la qaxay oo kusbaay kaga soo noqday labadii yihiin mid asan ma aha qorsha asan ma aha sidaas ay ku dhacday oo xali waxa ay leedahay sidaas ay ku dhacday anagu markaan waragnay dadki SNM hadaan u nahay labada beelood ee koonayaasha iyo SNM goosashada may wadin isaaq baa waday dadki halkan ka xibaa fikrada keenay dadki qaxoontiga ka soo noqdeen markay arkay dhiyaad wuxuu ka soo gudbiyay inuu xalay intii Soomaalimadan galiyay iyo codsada inta yar baan malaa xogaa yara ee intii dambe galiyay codsada okay and marka aanu aragnay dadkii dhibanayaasha ahaa wixii ka nabad galay ee iyagoo nool gudbay iyagoo dhaawac gudbay ay soo noqday ee waxa ku dhacayna aan ognahay oo aan guri u soo noqonin oo aan gobol u soo noqonin oo aan raashin u soo noqonin oo meel maran oo ay tagfi iyo ku taan shaydaan bilisani loo joogo oroma ah ciidamadiisa ay wadanka kaga tageen dadka gurihooda dhulka la wada sameey intay kuwaas u deganayeen ba ka noola oo meel yimid ay iyagii qaateen fikirkii ay qaateen ayaanu ridda hadda xilligan hadda durbaba dib soo kaye ma geli karee koonfur dhibaatada ka taagan dagaal cusub baa ka socday isagu soo gabagabow iyo dib u shintan aan sameyno kala la sameyn doonaaye maalintaas ayaa dib loo isugu iman doonaa oo dib loo wada hawlgali doonaaye hadda hawshan ma geli karno labadii barooda koorayaasha iyo SNMT ba waxaan ku qancanay in aan halkan nabad ka sameyno oo aan hadda dagaal dhulka aanan gelin oo ka bilaabay diidma dadan waxaan lahayn iyo laba beeroda kun yasha sidaas ay ku socotay koonfur ba marka soo gabe gabowbi weeyday oo ila maalinka maanta doorashada baynu ku jirnaa inta Soomaaliland doorasho ka dhacday iyo nabad ka jirta iyo nidaamka ka jirta cid waliba waa ogtahay halkan ayaa soo gabe gabowbi weeyday anigu marka waxaan kamid noqday rag isu xil saaray mar labaad inay jihad dambe iyo mujaahidnimada dambe ay galaan mujaahid horaan ahaa haddana mujaahid labaad baan arin Soomaalida mujaahid waahay 27 sanood baan marayaa caruurtaydii ka maqanahay gurigeey ka maqanahay maan soo shaqo tagin go'aanka bariga aan ku nimi 49kii aan ku nimi ee Soomaali raalinta ah ee aanu rabnay inaan halkan wax la qabanno annaga oo Soomaali dhumay ay tahay inay joogto aanay koonfur kaliya ahayn inaanu siino magaci Soomaalida iyo maxaan ku raadayay mas'uuladii Soomaalida inay wada dhantahay si halkan loo soo gabagabeeyo dadka dowladdu ay ka dhimaa ay ka dhisanto kadibna wada hadallo loo galo Soomaaliya Soomaaliland todoba sanoad bay nagu maraysaa dib badan baan naga soo martay wixii taa hore iga soo maray mid ka badan baa tan hadal naga soo martay intan muddada aan ku jiray wanaaga ilaahay ila soo gabagabeeyin la qof ma jiro halkan fadhiyo waxa ma leeyahay soo tartamaya anigu aan wadanka ka bixin caruurteeda wadanka aanay ka bixin ayaan halkan intaan markii noqday Hargeysaan tagay airport-ka baa lagu soo dhaweeyay dad baa lagu soo dhaweeyay dadka wax ma garan saaba la yiri dadki waa weyn aan qaanay ma sheegay ha hebel iyo hebel iyo waa garanay kuwana qofka ba garanay waa caruurtaydii kii laba jirka hal 17 jir buu ahaa waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa leeyahay Soomaali ma soo maray waxa iga muuqdana waa salaayadii Soomaali ma ayaan aan maray welina waan ku adagahay waan u taaganahay inaan Soomaalimadii aan ka mid dhaliyo wadayaasha meesha fadhiya qaar waa haraagii meesha lagaga tegay ee dowladdii hore ku dul burburtay aan meel halkaa meesha ka teginba kuwa gaashaanbay meelaha ka yimi kuwa Jabuuti ka yimi kuwa gobollada ka yimi dhowr iyo tobankaas sannadood markii ay wax doortaanba waxay haddana bilaabaan ilaa hadow wan maarmuur fuud Soomaaliya ku soo celin doorasho dadban noo soo celisay mar dambe haddana u yimaada markii saddexaad weeye kuwaasna i doortana ma oranin inaan lugaha qabsadana jilbaha qabsadana waan diiday
waxaan ku tala galay inaan ka sheekeyo wixii maxaan ku raadlayay meesha ka dhacay aa ninkaasuna uu ogaado filaa Soomaaliye uu ogaato ummada Soomaaliye ay ogaato ee horta saasan halka aan u maray in saxad baran qabaado waxa aniga ila xumaan lahayd inaan iyada waxa soo dhimi ay jiraan inaan idaahdi doorto ma odayashay in doorasho ma qaadno doorashadana faraha banka qaadayba halka laga bilaabo farahan ka qaaday doorashada maalintii dambana waa banta nasuuliyada khudbadda dib badan maalintii dambe doorashada tanaasul baan sameeyay markoo taasa igu kaliftay hadii halka wax dambe iga weydiinaysid saasa igu kaliftay inaan ku aanay jilbaha qabsan oo shan iyo lix afar tan inaan jilbaha qabsanin halkaan ninkii waxa ku hadlayay ag fadhiyeen in mal arki Soomaalida aan isbaka islaamada aanan maxaa ku raaday aan isagana u jawaabo fila Soomaaliya aan u jawaabo intaas halkaas sabtan horta halkaan u maray kuraasta qoyga waxa loo doortaa birigii 2012kii ayaa waxaan loogta la sameeyey doorashada dadban la sameeyey odayaal 1500 suldaan iyo garaad oo adigu ah Soomaali oo dhanka kooban iyo biriga xamar yimi markaa waxaan ahayn xulid baa la sameyn jiray markaa dadka odayaashii inay beelahooda aqalka sare inay soo xulaan dadkii biriga liiskaa galay liiska biriga dadkii galay iyo reer waqooyiga ahaa reer waqooyiga dhan maahay maxaan ku lahay maalan isaaq iyo ciise iyo gadab biirsi ayaa israaca dir waqooyi baa israaca intii biriga liiskaa ka gashay ayaa markay doorasho timaado oo doorasho dadban noqoto ay wan maanuun fuud noqon weydo intii unba wixii ka nool loo yeedha wixii dhintana idin baa lagu bedelaa markaa lix iyo afartan bayaan lix iyo afartan oday oo kuwii biriga liiskaa galay ah iyagu wixii dhintay kii lagu bedelay intaasaa timaada lix iyo afartankaasaa isaaqa iyo gadabiisigii ciisaha iyo gabooyaha intaasaa doorata lix afartankaasaa doorata markaa lix iyo afartankaa qaar gaashay ninkii mu wadarkii sumashad ku arki doonta aad garan doonteen kuwaasaa doorta markaa lix afartankaasaa doorta hada la wadaysa wax la sheegi karo wax cusubaha wax laga hadli karo maaha waxna waa laynaga duubaya laakiin dee Soomaalidu bas kawada ogbadiye wax qarsoonba maaha wax qarsoonba maahaba toos baaba lagu baayacayaaba maxaad bixinaysaa waka hadduu qofku yidhaa waxaasaan bixinaya maya baa la odhan may waxaan ogahay nin lagu yidhi oo isagu markaa aqalka sare aqalka hoose waayo isla iyagii unday odayaashu un wayo waxa wax qorqoraya $200,000 haddaanad haysan hay imani dabka waxaan ogahay qaar halkan kala tegey dee $200,000 kala tegey markaa nidaamku caanka isagu nidaam aad iyo aad u kharriban weeye runtii ilaahay waxaan rajaynaynaa inaan ilaahay Soomaali aanu nidaamka caankaas aanu dib ugu soo celinin kolay qolyahaas iyagu waxay barayaan ilaahay mar dambe mar afraam wakaa marka saasaa loo doortaa marka waa nidaam aad iyo aad u qabtaran weeye aad iyo aad duhu dhibood ogyahay cid walba ogtahay aan qarsoonayn babadee meeshii hudheel gudaha ayad bas gudihiisa ayaa lagu shirayay ay la dejiyo dadka la dejiyo odayaashaas oo loogu tegay wixii murashaxiin ahayd meelaha ay fadhiyaan iyo sida loo hoos fadhiyay iyo sida loo baryay markaad aragto iyo sida dadka ugu jawaabayaan wax odhanayaan ayaa waxa bas maxaysaa gebiyada oo maxaysaa inaad doonaninba kii sharaf leh doonaninba marka halkaasaan laba habeen baad tegay labada habeen baan diyaa arkay sida meesha ku socdaan halkaasaan ku baansaday marka inaan tanaasul ka sameeyo waxaan ka hadlayaana uu noqdo wax ka duwan wax dadku ay ka hadlayeen qodobii anigu aan soo bixin waa CV-gaaga noqonaysa CV-ga ka hadal baa lagu odhanaya waxna waa CV-ga wax kale baa mahaba ama dhegaha ka furaysan meel ka furaysan inay CV-gaaga ma la hadlaysa waa CV-gaaga weeye halkii aan wax ka soo bilaabay halkaa aan ka hadlinay ah ilaa wadadii soo martay jidka dheer soo martay ilaa maanta hadan halkii taaganahay mayan ka aamusi karaa 30 jir wixii aan ku diiday inaan dhowriyo 70 jir aan indhaha waxaan kula qabsaday maay ma dhex kartaa sidii baan ugu hadlay qodob kale ayuu isaguna ahaado qodobkaas labada waxa qodob waana daaw exactly labada qodob ay igu daraaba waxay ahayd ka hor hadan ka soo hadlay wixii lagu sameeyay ee dadkayga lagu sameeyay ee khasbay inaanu dagaal u baxno oonu dagaalna khasbay waa aniga meesha ka sheegay markii aanu arkay waxa dhibta dhalwaha intii leegtahay wax laga aamusi karo indhaha laga qasan karo laga foorarsan karo inaanay ahayn
إن سويديني أنا مدي وضري حسن سويدين هلا كسوي كذا كل شيء قاعد ماشي بنشوفه ما عندك قرصن كره مرخى سان نور أركن حد دين تك قبطها دي واحد سداس إيه سداس إيه سداس إيه نفط هذه مالك هذه مرجع هذه قرد هذه شرفت هذه كرامة هذه لقوقي ما ده هذا ونرجع ما حد دين تك قبطها ماش ألقاس كل شيء قاعد وأنا حقيقي بويدي وواحد مسكين ده بتكاها بركة مسكين حدي وحاء الدوكسيتيد أنت هسوي حاس كل عام الدوكسيتيد والغصم يا ده جدتك عليها الكاجي من الغصم أيوه إنا وح عن شرف له إنه أهلنا رينا تاعي هذا سوي حدي جد مدو له هيد بتاعي حاله يدي محاكم بركة حمان تمرك سولي سيد قاعد كسولي أف كسولي تقولي إذا تقلبك كسولي أنت هسوي خوكا مرك أنا توقف الرزق هذا منه وهذا متحقق هذا منا أنا نقول إن الصف كبر هي مشاهدين كيف أنت أنا يقول هالجنية هي كان ورينا إنه نقول هي مشاهد كان ور تحسهرت أي أحد محيان فض قال ما إنا هالكافي شغل نص تحسه تحسه يمكن لفتي طلع بعضه حي هي وش أنا أقول مركان دوينا سنة واقعني غيب كم بده غيبتي غيب كم بده غيبت كم بده حي هي إن قبلتي وقوي I am going to go to the house. ما حاكل هاي الدورة شيء ده كلاود يا جريو وغي وهر كشيء دي بيشي سنتي وحى إس طبعا وعي إس قال وعي هل كا هوشي لجوه ذي يتي كونفرك السعودي وعي كرا حرام كونفرك دقال كي وشي تما هو نعرا ده مدة سعودي دقال حق أنا دي بيشي سنتي يا دقال كي صوكا بس وحيالك دباتين وحدي ويس كتير كتيرين لكن سيدي بوشنتي لسامي ايا صوكا بسود دبنم مبوليس يم هاكو هاي محبا يالا جلي ينبتجلو ان غوصا شتينا ينا اهن امركو ركوتا غالا هين او يمي ايون لغزي سبون ان بركا ان وها لفلاي ان فليني in muddo inta ka kooban uu ku soo gabagabey doonto hawsha iyo dagaalka ka socda koonfurta dabadeedna chaanis degen oo la isugu imi karo jirid doon ee tiirunti may dhicin waqti way qaadatay waa la kala hormaray socodkii ugu horeeyay halkan aanu ku nimo waxu noqday iyadoo koonfur ay laba maamul oo waaweyn ay ka jiraan midna uu general madax yahay general maxaan ku leeyahay ay diisa madax yahay من علم هذيك من الحياة أيام مني طبعاً لين قيوم دمر كره حوشة عن وضع قلي إس بي إم جال عدي جيس يو إس بي إم ينوي شوكتي إنه برشة سير جيس ينوي شوكي أيام شرب عن هالكم مني طبعاً خلاك عيب سنان تاس أي عاصم بدو خلاك عيب سنتها هي الله بدو معمول الله بدو عودك كلام بدو حوك الله عيب سنتها هنا جينا ليفت في الوقت يلا توه صورنا كده عيب سنتها ويو taas waqti wasi dareysay marka taas ayaa keentay in la kala baad dibna la kala maqnaado waqti isbedel dabeedna adigu sidaas ayay ku dhacday in arinkii in la isu iman waayo iyadoo la isu dhan yahay in la hadii koonfur aanay isu dhameyn oo kala qaybsan tahay anaga naftarkeeguna Soomaaliyeena aanu way kala qaybsanaydo markii ninkii lagu oran jiray maxaa ku leh Maxamed Xaaji Ibraahin Ciyaal dowrame lagu wareejiyay madaxnimadii maxaa ku leh Soomaaliland Cabdiraxmaan Turno wuxuu noqday isna guddoomiyihii SNA oo labada jago markii hore isaga isku hayay marka labadii jago isku hayay Cabdiraxmaan Turno way qaybsameen qolayaha SNA marka qayb weyn oo kamid ah
وحن قبصني نظام كي أسد أمتى أما شارتر كي أسد أمتى سومالوين تاحا أيام قاضني إشيس كي هراء أيام فلوني أسد دي أطلام ميت في SBM USC سومال لانت هنا دي ينا واطمو دي مدرون بعد سنة سومال هذا حتى ركب بحيه قيب كم بدا شبه دينا أيكو حبي سومال لانت كو حبي شبه دي قيب كم بدي قدومي هنا أيلي هين هل كي هران وانو أيام كم بي سينا وحنكو كلا قيب سنلي ملام مالنتو هران اينا كشكيان فلاياني aan ku kala qaybsanay doctor horan wax ka sheekay laga dii su'aasha dawadii wuxuu isla markaa waan sheegayaa markii dib u heshiisintu ay socotay berbera iyo bro iyo hargeysa way soo bilaabantay isii heshiisinta ugu ballaaran ee lagu talagalay in la isugu yimaado burca ayaa loo balansanaa oo Soomaaliland oo dhan ma isugu timaado ما حنقول هاي مركز سومان لا مركز سلة بحيل لكن قبلتي وقوي وانا وقوي متشولن لحيل لقتم كي شون قاطيه حرن هذا وحقرت كودي سياسيين تودي وحين نولا وذا يشوا دي سلة دين تودي قرط اللي سووا ذي مادو أيا وح نصاق عليه وح لي له هذا مظهرات قصة شاع أبابلن ولا سو أبابلي وح سو أبابلي دتك قوم فرتن على كنك قحي أما تبدو كحي manifest kisoo ku manifest waxa ay ahaayeen ba ku maxamed siyaad ka soo horjeestay ku maxamed siyaad raacay ee la qaxay ee uu iskaga soo celiyay kismaayo wi warada gurigiina aadamo de guriga banaade wada galamaya xakiin daba dhigay magacay baad iga diisay inaan magac sheego ahmed xasan muuse lambaroonka abaad hadii ahmed xasan muuse lambaroon buka وأنا رجع كيس ما يكسر نقضي ويل نسوي عليه محمد سيد البريدي غير كي من أنت شيران قلدي الدارو قيد الدجال بو عنصدين أيام مركي لك على الدرري لك على بابط اللي جرى عيسى جرى عين هي جوبتو جرى أي شيء أنت سوي شيء سوى حاجة وصعت أنا ورجع كمان صعب عين رد دريري إني هذا هل كاسك صار نقضي أوكي أسأل نمو يسون هلا ما أضيع بين الجيش والصوفيا لك إنا هلا إيه يحش إبراهيم وح أولين هي قصشة أولين هي أحسن إم لباس كل كشل بس صوفيا أو من صوفيا لها أو يقول مركي هربا أنت من حاجة تشوفني بقى من سنة ها أوكي قاي تورين يا مركي قاتي في ردي هرنا ومش يعني واحد قاتي دت في حنتي أها اللي بنياش كوادها كان ممكن يتوب يكسر مقضي diyaar dugraayeen baroon kale dibad tagna wixii dhaawacmay iyo wixii caafimaad qabay wixii dhaawacay maxaa kale ka soo bogsaday wixii dhintay dhintada marka wadanka qabsanay iyagoo yaacay soo noqday yeen waxa la kulmeen qorshahanay la kulmeen khudbadii wax ugu jirtaa shaydaan bilise waa dhageysatay oo maleenaya wax waxa dhulka yaalin kuri ma jirin raashin ma jirin shidaal ma jirin meel la gala ma jirin waxa yaacaya in jir guryaha dhexdooda waxa guryihii ka taagan intii faqashta ay ku jirtay iyo intii shaydaan bilisahaas iyo oromada ah iyo jabadiisa ay ku jireen oo in jirtay kutaanta socodkooda dadkaas markaa qaatay dadkaas fikirkii qaatay nin banayaashii koowaad haydiye anagu isan baan lahayn waa dagaalamaynay علمنا قبل ما كنت أفوشي أنا علمنا تبي علمنا هاي وحسكي علينا أيه وحسكي علينا ما هين قول السنة بتفصل هو ملا إصلاح أحسن أم با ده إذا فرقين ده أنتوا إن النوع اللي هو كتشري أنت قال كان كتير جا قالوا يبي هو كتشري أنت صدقت ما شرط تبي شو ده أحسن أم بيتغيرش يصير هاي عندهم النوع اللي هو كتشري ودي قوة إلى ما أنت قدم بسوا حلي نقص مني أفوين الله قحي بدي محمد سيد الله قحي الله ودي محمد سيد الله قحي أيام حاكم هذه كشري بها لد محمد كريد بدوين كريد بدوين يعني مالين كلا يكحلين مالين كلا يضط كاس بحال نقص مني أن كحلين إيش الكيس سفر يقولين سدح فريا أوكي محمد حاضر هاي سوا مكاس ولي هاي هدي لجوسهم ويجوس يحني يبغى يسكوني ما أعرف ما يو ما حد يقول نسبينا بعيدين
هذا راح تقولون سامي تقولون ليه ذا سمته قبل 10 سنوات أوكي تبدأ سامي راح تقولون هنا يربى كل رد في الدنيا سوق مركب قم بدينا هنا ضد كار كل بنا البضط الله وصلنا الله قصة شرعة صار لقاه الله مظهرات لقاه الله قاسوس بس هذا راح يسبون راح تقولون سامي على أي حال حبطت هذا ودينا كل شيء هذا كنتي ما دوني نني ها ضد كاس بيها ضد كار صلتوها ضد كار أقبلنا وحها ضد كنا بنياشها أنا يجا أيام احترامي وأنها يو كونفروا الدجال كعسودي هاي فالدجال كعسودي سوق بجبوبيو هدي سيد النبض بجوه لايو وبعليه كلا يوم محام كرهضي وحل غاس لذل دياره ما هين دياره ما نان هين ده نبات إحدى كان عادم كرنسا واحد دوين دبوا شين سنة ودني يراب بعليه كلا إلى أنا جن حديدي فردم مخرط ساسة كتيمي ساسة الله صبرت واحد من كرنسا بدي ما بدي اللي قد ودين بقى ما نترن وري خوش شعبان في الأيام ده غد بنا وصاري ده هو هذا وش كذي أوكي وفتي بقى كنت مادنا كونفور كنت بديك وقوي كي مؤسسنا إمسا وفتي ناس تردو هاي أو دوني إن S B M ي U S C يجيب هذه كربين الله فريستان تردين إمسا هاد ما مركان مركان ضلك قصنا ما مركان وقفريس قاشر تيوي وين عقل بابا مركب بشت متعلقة مرك سامن مني لكن بقولي ليرد بمه ده سنمت بقولي ليرد ده سنما تربضن أو محاكم S B M تربضن أو حزب جي محاكم اللي بحزب جي من دقة بيرسقوا لهم دعي سولا بشري S B M بتشوفهم أروقوا وانت هاي داس ملبن وده بكينين بس إنه S B M يوم محاكم هذا يوم يلا بده حزب جي أو من بيرسقوا لهم من دقة بيرسقوا لهم انت اسمه بده بكينين مرك سنمت كل يوم بقول لك تروح تميرين تكتب الشغل. إلى حد ذا قلبي كذي كنت جاي. سومالي نمضوا نم حاكل هذا أي أي تحي إن لو العقادو. أنا قمر كحقي توبي أن شوبني. ما قرر درد بلي له ده. ما قرر سومالي به. فوراتش جوجر أن عيسى يا كفر برسا. هدي أي قبل تحي هدي ديجان تحي. وحقو قران يمكن يقول هذا مثلا غرغره اي عيسى وراجه غرغره عيسى مقاله الصوماليه بها ساسا نو قران قران بده برصات يغاس كلها ان مركي بربر الصوماليه ده و خو دحاي لا كلا تيغي عيد ولا ميشي اي ارس اي تكتي عيد ولا قدمت و خو بك دسنتي خسميستاي هذا الصوماليه سلمى مغولادي يقول بنات البارسن حق سومان لأن مملكة سومان لأن محاكم هي كلسان شن بالحويني وكان فرع قبل كبنادر وولي أن يلين لكن سيسنا وده دكتور شرير لح كان فرع هي سومان لأن فضبة لبت مركز تاني لو قلنا عليه هل كحد أي سومالي مرة سومرك لقي ستيد الله صعطه هذه أذبح بقى المحيص هذه أذبح بقى ما نسى سوما اللي بدي مش أي كذي وحوية فحنا رحنا الدراسة كل سنة يجي بالسوما اللي بتجيس أفريقيا أو بالمثل اللي خان كرتوا أو دبنا نروح نشوف الدنيا فكرنا وصلت عشان أبو صدّن إلى عشان يصدّن مليون أي لغة يا سيا سوما اللي بتجيس مركز لغة درا سوما اللي ذا رمودي يلا قرن عيو إني سوماليين علشان يسدم بالبنفرنس عدة أنه يسود ترسن كرانا وأرمو كلي أنا عدة كلا يسود ترسن كرانا مجرد أرمو هالليرين غيالا كرتا إنت أي سومالي دكنت هاي أردن ميال غلب اللي بيكت هاجن ميال كستا سومالي أيا إلو الكويدين لوير الله قادوا الله شقيني مثلاً تاعن كهلا يي ماشي يقول هذا محاكم هذا يي ستي إلى مو يالي وبرن يسوع ما لسكو هيسات إلى أنت ولا حيسة إلى درن دبا إلى تل يقولين إلى كل أنت ولا حيسة قرانها ستي إلى أي قران كلام محاكم هذا يدي جارية حدود كيلية جارية أنت حسب أرمو أيين بين كم هاي من والأكم بالأهوا سو ما لدي تجني دخل بلوها يا والسوري حيا عن فرط صدح الدولود بيدكتها صدح الدولود عن فرط بيروح يكون مديسينين إن عيسى أول كيس لقى قاضي لقى سر حدا دلوا بوا رصاص عليهم أو رمضة
maxaan ku leey boorantaa mooyaanay dulka degani garay la dagaalamaysa soomaadii jilka soomaadii ay ku xiga booran ee garay ku xiga xornaya booranti iyo iyo wax dagaalamay garay in gurmad isambale koosan uu gurmadaya marka waxa halka iga baxday oo ii muuqatay in ay Soomaali khatar ay ku soo socoto khatar ay ku soo socoto oo Soomaali laba waxna noqon karto haddii intii ay feej haddii ay tashato Soomaali tashato waxa noqonaysa qoomiyad aad u ballaaran oo dul baahan la degan oo dul barwaaqo la degan oo Soomaali waa la yaqaanaaye maxaan ku lahayn bad ballaaran leh bari weyn leh wabiye leh macdan leh beer leh xoolo leh geeska afka oo dhanba noqon karta cidda maxaan ku lahayn in qatalin karta xataa haddii marar bir dhexdaas waxa laga sheekeyn jiray marmar dulsa soo qaadi jiray fadlaalka iyo koofadlaal iyo marba xataa Itoobiya waxa soo haddii geeska afka oo dhanba koofadlaal noqdo cidda ugu badan ee ugu tafsan ee ugu dhaqdhaqaaq badan ee xag siyaasadeed iyo xag dhaqaale iyo xil walba waxaan qorta Soomaali marka waxaad arkaysaa in Soomaali haddii tashatana inay quwad weyn oo saameynteeda ku leh geeska afka iyo bariga afka inay noqon karto